قوم الإخوان المسالك الطرقية جماعة بني سيدي للجبل، المسلك المؤدي إلى دوار ولد عمار وعيسى والمتفرع من الطريق الرئيسي الرابطة بين مركز جماعة بني سيدي للجبل وقرية أبو حمزة بجماعة إعزن. طرق متهالكة، مسالك قروية غير معبدة إطلاقا. المسالك الطرقية التي تؤدي إلى دوار القضية بجماعة بني سدال الجبل، لماذا لم تنل حصتها من الإصلاح؟ أسئلة ترددها ساكنة الدوار. لماذا يتعرض الدوار لتهميش قاتل؟ لم يستفد الدوار من أي شيء منذ وفاة المرشح المامون رحمة الله عليه. منذ ذلك ملحين لن يستفد الدوار من أي شيء يذكر. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الإخوان، قوم اجن مقطع طرقي يؤدي إلى دوار القضية، لكنه عمص وليس عذر الرجل حاشد في دوار القضية. المجلس الجماعة بني سيدي الجبل يهمش الطاس دوار القضية لعدة اعتبارات ولا نعرف الهدف. اجن مسلك طرقي ضم الزيان غادا وحقا دوار القضية وزمانة عذر، بينما أن المنتخبين نجحان حولن اعتمادات مالية كانت مخصصة للتنمية إلى شراء سيارة فارهة للرئيس ليستمر في رحلته الاستجمامية. دوار القضية يتعرض لتهميش، دوار القضية ينتظر تدخلات المسؤولين. أبو الرحمن إيش الكلمة الله يرضي عليك وسيدك، مناسبة بعد اسم الدور غاد شانش شنو خذيني ديجن كلمة خو بريدة مش تولي اللي تسمى الوضع ما الصباح ما أولا السلام عليكم شكاري كلمة وخل المصادفة يا شين تعاون بني سيدال نخرق ذا كم واحد نغوات نتوشا ولكن نتأثر الطاس مغار دي دقو السنة يعدون والسنة يعدون الطاس مو السنة يعدون تسمات وغنتراجع، ولكن مع ذلك سنغدي يجي الفشل ضم قرا يجي الفشل كانت وراء جميع دي الجهات دي الحوايج تسمى يبريدين عدران ندفع وكتامان، ولكن شنو سداني تنهار دي الحوايج جدا متأخرة. أبريد أتمنى غادي يريج مبريد إن شاء الله وش نتم واحد نغوات نتوشا وزائد نهار نتسجع أبريد باش هذي يري باش تغاس ندور باش تغاز دور الشيء تغاز دور نيوذن نق تغاز دور نيوذن يجيك ما غاث مواثا عاد خسنازو سيتو دي روخته خسنازو كل كنهار انت حديجة يجب مواثا نيري ان بزع الطاس ما انت يريبون منطاس، ولكن انت تاز مسؤولين زي مسؤولين مار زي الشعب اول يوم تاز سعديت العميل بوركي السرغل غانغج العميل ذا صبحا وهذه المستوى انت شكارث مار غانغج العميل ذا صبحا نقج المجهود ذي الإقليم ضم قران، ولكن انت شكاري زعمي كان ذي نقج المجهود وتاد غاري عزم تتا وين غاي جيتا ذي المجلس الإقليمي مار الإخوان أقشتو غاي قنج العارضة مواري عبد الرحمن ما تغاي وينتي العامل بعد ما رأيت توقعت ثمسر قيدة كيسك العاملين إن شيخاني ويسجن العارضة يدنع العارضه الساكنه كمر خبرت واش انت بريتا الصوديت كجميع تبريتا الصود يودانا بني سيدان تبريتا تهيما يودانا وتهيما تسمي لبني سيدان غاسج الفرع دام قرا بني سيدان يودان نس يوضن اقين دي النضوار اقين غزغن غان اقين دي سروان اقين قعاروي مار يودانا تما تهيما مار تيشند يجن الصوره إذ مواثا ماشي غا توحد نغدي سجن 40 وذان بقى غاسي وذان وكشي نجل خاص الفروع لجميع مناطق العالم الفروع لجميع المناطق يمكن شي نغدي المناطق دي العالم ما نخسر اسمه مارا ويان السنيتا ويان زي السيب زي غالبا يوذان ويان السا نشي مثلا ويان السا 30 سنة فوز قوامي ويان السا تغاغ الأسباب
اسباب وهوات وغان غير سبب المهم نتاع السجير نتاع قد يوداني كاين غير غرين مثلا السنن هو بريد حيت غا هنا الجيرت وين مي ابري دي بري تو تو ولاش تفكاري مخا بري تو نهارت غي بري ولاش تفكا تو غا المشكل وما ما نتفوق ولكن ما نتفوق الحمد لله نهار الجن وين وثين مثلا وين مروشت ابريد ابريد مشي نقصان غير حرارة الطاس يتسمى زيد 30 سنة اخويا عبد الرحمن دور الدقش نهار زيد شني غير قصان غير حرارة توفي نفس وين شني غير يجني مثال يجني مثال من سوري قصان غير حرارة ويخريق شماني تسمى شن حاشد توغا ويخريق شمار وغي تقسمو الحال ولكن مادام يموشن نغني مرة روش نديسن شوي إلا يمشين يمشين الشين تسمى من السبب قلت لي ستيثن شن عادق حتى الشين عزو من السبب وان السين ما يمي وماشي قابعة تشاكل ومي تزيبني سيدال زيبني سيدال غار وينات قابعة تشاكل ماشي شن حاشد ونتمنى الخير ان شاء الله ان شاء الله نشكر اش اخويا عبد الرحمن خلي الكلمات اش الكلمات اسمع مني مني عبد الرحمن كافي شكرك انه بارك الله فيك شكرا هذا اش ديس عبد الله اش كريستينا جي ماشي ديس سلام بارك الله فيك ا موسى دون انت قوم السلام عليكم زوار قناه الدمري في موقع الإخوان في بريد بذلك الطرقية في جماعة بني سيدات الجبل ما زال السكان يعيشون العصر الحجري بريد يعني لا يشرفون أبناء المنطقة بشيء أقوم نعم سيدي المسالك الطرقية بجماعة بني سيدال الجبل والمجلس الجماعي لا يزال يستهتر بمصالح الساكنة مسالك طرقية لا تشرف الساكنة ونحن في الألفية الثالثة شتنبر 2020 السلام عليكم نعم